انا زعلان من باسم يوسف الحقيقه، لانه باسم انت بيسمعك ناس كتير، بيسمعك ناس كتير يا باسم، وبلدك اولى بافكارك. انا مش ممكن اغلط فيك ابدا. وانا النهارده الحقيقه من ادب الرئيس في الحوار، الواحد بيتكسف في نفسه لما يشوف الراجل مؤدب قد ايه وهو في مكانه اخ اكبر. الحقيقه بتكسف من نفسي وبتكسف من حاجات كتيره جدا بتحصل وبتحصل في الاعلام، ولا ابرئ نفسي منها. فانا بقول لباسم، يا باسم انا شفت التويتات بتاعتك بعد خطاب الرئيس، ده ظلم يا باسم، ده ظلم، مش بس ظلم، ده تضليل، ده ظلم وتضليل. انت ايه الغزل اللي انت عايزه؟ من اين تريد الحصول على اوسمتك يا باسم؟ هل تريد الحصول على الاوسمه من شعبك هنا، ام من الارهابيين اللي عايشين في تركيا، او من منظمات دوليه ما يهمهاش مصلحه البلد؟ فانا زعلان، زعلان يعني. انا اعاتبك وانت عارف، انا وقفت هنا وقلت باسم وباسم وليه باسم يبقى بره، وقلت كل الكلام ده، قلت محبه وتقدير وحرص على ان انا لم. لكن ما رايته من تويتات باسم يوسف بعد خطاب الرئيس، انا لا ارى فيها سوى تضليل. اتمنى انه يكون عن يعني مش عن سوء نيه، يعني لن اذهب الى مستوى يعني لا يليق باتنين زملاء، لكن بجد ده تضليل، تضليل سياسي. ازاي كل كلمه الراجل قالها لرفع معنويات البلد انت تخليها تضليل كده، وتخليها كبت معنويات، وفي ولاد صغارين بيصدقوك يا اخي. انت عندك 6 مليون واحد على تويتر، في ناس بيصدقوك. طب انت عايز ايه؟ عايز المعنويات ترتفع ولا عايزنا تتخفس؟ يعني ايه اللي مطلوب؟ لما يجي يتكلم على حمايه المؤسسات، ده هو ما بيتكلمش على مؤسسه اللي هو، ما بيتكلمش على الرئاسه ولا على الجيش. طب ما هو من مصلحته، لو هو، لو هذا الرجل، لو هذا الرئيس رئيس مكار، او اذا كان هذا الرئيس رئيس خبيث لا قدر الله، كان ساب البرلمان ده يقع، كان هايج الاعلام كده كده كان هايج، كان ساب الاعلام ياكل البرلمان والبرلمان ياكل في الاعلام وخلاص، وهو الاعلام وحش والبرلمان وحش، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وخلاص، والرئيس هو اللي يمشي هو المؤسسات، صح ولا ايه؟ لكن هو النهارده لا، ده هو حريص على انك ما تنتقدش مؤسسه المصريين دفعوا في بنائها فلوس. ما هو في اوضات اتحركوا والجان اتفتحت واجازات لمدارس وناس نازله ونص يوم اجازه ورحنا انتخبنا مؤسسات. هو خايف على المؤسسات وعايز يقدم خطوه للمؤسسات. كيف يمكن لهذا الرجل ان يتهم بعكس ذلك يا باسم؟ مع كل الاحترام، انا مش عايز اغلط في اي زميل، ولا ده المطلوب. هو المطلوب مناقشه فكر بفكر. فالرئيس النهارده رفع معنويات، اتكلم على ان احنا بلد اللي كانت السنه اللي فاتت ما فيهاش كهرباء باذن لا اله الا الله 50% كهرباء زياده، شكرا للوزير محمد شاكر، شكرا لوزاره الكهرباء، شكرا لفريق المهندسين اللي في الوزاره، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان قاعد بنفسه مع الشركات. ده ليك يا باسم، يعني تامل ده يا باسم، ده تعب. بلدنا مش غنيه يا باسم، ما هياش بلد استعماري زي امريكا، وما هياش بلد نفطي زي قطر، فاحنا بلد غلبانه برضو. كنا ان احنا نحاول وقائد هذا البلد يقول ده بجنيه وما كسرش نفسي المصريين، انت بتتكلم بيقول طاقتكم، ازاي فهمتوها العكس؟ مش فهمتوها، ازاي لوستوها للعكس؟ اتلوست ليه تتلوث؟ عيب، عيب. ده انت بتكيد مين؟ بتكيد مين؟ السيسي؟ الرئيس السيسي؟ ده انت انت بتضرب في المصريين ومستقبلهم وفي معنوياتهم. الأمم تبنى بالمعنويات والكلمات الطيبة يا باسم، لا تبنى أبدا الأمم بالكلمات الخبيثة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة ده مين اللي بيصف؟ رب العالمين هو اللي بيصف. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا كان هذا الرجل الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول الكلام الطيب، تخافوش احنا نقدر، مش همشي لما ابنيها، مش همشي لما اعمرها، يا مدتي تخلص يا حياتي تخلص. هو قال حياتي، وبعدين قال مدتي لحسن واحد يمسكها له ويقول له ده عايز يعيش مدى الحياة، ما هو متربصين كتير او عايز يحكم مدى الحياة.
بيكلمك على 20 30، بيكلمك على كهربا، بيكلمك على، بيطمنك على الميه، بيطمنك النهارده، طمن الولاد على الميه وطمن الشباب الصغير. لاحظوا انه بيقول كلم الشباب في موضوع الميه، لان الميه بيتكلم في اجيال. يعني انت هل تطمئن يا باسم يوسف او يا اي حد من الناس، حتى هؤلاء، حتى خصومنا، حتى الربعوية، يعني تطمئنوا في بلد يسهر عليها رجل ويعاونه بشر ويعمل معه لكل المصريين، ولا تطمئنوا للعكس؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ النهاردة اتكلم بوضوح وبصراحة الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يطلع مثلا يقول للشباب انه مفيش حد هيقدم على شقة ويكون مستحقها الا وياخدها، واتكلم على المشروعات اللي كانت بتتبني من غير ما يكون ليها مرافق، فهو النهارده قاعد بيفكر في المرافق، وبيفكر مش ان هو يبني، اللي مش ياخد شويه شباب ويدي لهم شقق في الصحراء لا فيها ميه ولا كهرباء ولا صرف صحي ولا مدرسه ولا اسم شرطه ولا وحده صحيه، طب ايه، ولا مواصلات. فهو الراجل بيفكر في هذا التفكير. انت دايب صيتك ولا تطلع تضلل الناس وتقعد تتريق عليه؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ فانا الحقيقه شعورت اليوم، اتكسفت بصراحه، يعني اتكسفت من نفسي، واتكسفت من الاعلام، واتكسفت حتى من الخناقات الاخيره دي، واتكسفت من التراشق اللي موجود في ما بيننا وما بين بعض، واتكسفت من التراشق اللي موجود في البرلمان، واتكسفت انه لقيت رغم كل هذا الهلس اللي احنا فيه وجزء منه، في شخص واحد من بيننا في الحقيقه، يعني احييه واقدره ولن اخونه ابدا، رئيس عبد الفتاح السيسي، شأن زي شأن كل المصريين، لا يزال وسط كل هذا الجو حريص على ان يقول كلمه طيبه وحريص على رفع المعنويات. انا بشكرك سياده الرئيس، انت رفعت معنوياتي انا شخصيا، وبنصح الشباب، بترجى كل الشباب اللي على الفيسبوك اللي سمعوا باسم يوسف أو سمعوا آخرين الحقيقة من الذين مارسوا التضليل، لا أريد أن أتهمهم بأنهم مضللون، لكن مارسوا هذا التضليل عمدا في خطاب محترم يرفع المعنويات ويعزز من الهمة ويحافظ على المؤسسات ويذكرنا بوحدتنا ويكلمنا عن إنجازات تحققت ويكلمنا إن إحنا مش هننكسر لحد، ودي أهم حتة. الجنيه دي أنا هتجنن من حكاية الجنيه ده، بيقول لك إذا يا جماعة، ما أنتوا عارفين اسعار البترول نازله وجيش والخليج فلوسه قلت، وجيشنا كان مطلوب منه مهام بريه في حتت هنا وهنا وهنا، فهم معهمش فلوس كفايه وعايزين الجيش في مهام. توافق يعني ان ابن يا باسم ان ولادنا يروحوا يقاتلوا في حته كنا هنسكت؟ يقاتلوا في معركه ليست لهم وليست من شانهم؟ ولا الرئيس السيسي يطلع؟ انا الكلام ده مسؤول انا عنه، ما بحملوش للدوله وما بحملوش الرئيس السيسي، انا مسؤول انا شخصيا عنه، دي تحليلي ودي قراءتي ودي معلوماتي، لاني انا بشوف كل الصحف، بنشوف كل العالم بفضل الله، بحكم كوني موجود في مؤسسه كبيره زي النهار وكبيره زي اليوم السابع، نشوف كل حاجه هنا، وشايفين الصحافه العالميه بتقول ايه وهنا بيقولوا ايه. كان جيشنا عايز بقى المليارات تنزل، روح بقى هات الجيش والنبي بس يعني يدخل لنا الحتتين دول في سوريا، ولا يخش هنا في اليمن، ولا يعمل لنا مش عارف ايه. لا يا حبيبي، فالنهارده لما يقول بجنيه واحد نجيب 4 مليار، ده بيرفع معنويات الشباب. ما تخافوش، احنا جايبين محطات ميه هتحلي 10 مليون متر مكعب. ايه اللي مضايقك يا باسم او غيرك او بتوع الاخوان او بتوع السلفيين او ايه اللي مضايقك يا جماعه؟ تكره لمصر كده؟ حرام حرام. اديني قلت اهو، وهو اذكركم اهو بكلمات مترتبه، السيسي يطلب من الحكومه انشاء كيانات للشباب. لاحظوا هذا التركيز على الشباب في 2016، هو ما بيقولش كلام من فراغ، هو لما طلع من اول السنه عارفين ان ده عام الشباب، فمركز في الحكايه دي. يضايقك يا باسم ان يكون الرئيس عنده رؤيه استراتيجيه؟ يضايقك يا باسم؟ مع كل الاحترام والتقدير لك ولاسرتك الكريمه وحتى لاختلافك، انا النهارده انا كنت بهاجم البرلمان امبارح، ولا زلت، وهنهاجمه وهننتقده، بس هاخد بالي الحقيقه، وانا عشان كده بقول اتكسفت من نفسي،
هاخد بالي لما اجي هاجم البرلمان اني ما اكسروش. هاخد بالي. صح، عنده حق الرئيس. تكسير البرلمان ده او حله يخسر المصريين مليارات. انت اللي دفعتها وانا اللي دفعتها والمصورين اللي هنا في الاستوديو اللي دفعوه والعمال اللي في الشارع اللي دفعوا الفلوس دي. يبقى انا وانا بهاجم البرلمان وانا بنتقد وانا مش عاجبني حاجه لازم افتكر ايه؟ ان المؤسسه ما تتكسرش مني. ليه؟ لان دي مؤسسه دفعنا فيها ثمن. وانا بهاجم وزاره الداخليه وانا بنتقد امناء الشرطه وانا بنتقد ضابط افتكر انه في ضباط تانيين كويسين وافتكر اني مش لازم اكسر المؤسسه. فعلا بشكرك على النصيحه. فيها ايه ما نطلع نقول كده؟ ونلم بعض. فيها ايه؟ في خسرنا ايه؟ لكن في ناس الحقيقه شغلانتها كده. شغلانته كده. كسبه كده. عيشه كذلك. عيشه كذلك. زي ما في ناس بتتاجر في الاثار وعيشها من تجاره الاثار. في ناس بتتاجر في علب الليل وعيشها في علب الليل. في ناس بتتاجر في السياسه وعيشها في السياسه. السيسي يطلب من الحكومه انشاء كيانات للشباب، هنشوف ماذا قال الرئيس. عايزين نعمل كيانات زي كده. ونقط اتصال، وفي دراسات تقول لو احنا هنجيب معدات للشباب يبقى في حد متنظم وبيفكر يقول لو انت عايز تشتغل في القطاع ده احنا عملنا تواصل مع الشركات العالميه. والشركات العالميه ديت نقدر نجيب ال 100 مكنه للمصنع ده او للمصنع الصغير ده بالثمن الفلاني. واحنا نقدر نحقق التمويل بتاعه. المكان نفسه اللي انت قاعد هتقعد فيه ده احنا نقدر نعمل منه 1000 مكان. المكان ده هيتكلف كذا، احنا مستعدين نعمله. انا عايز اعمل حاجة مختلفة شوية عن التصور اللي هو العلاقة فقط بين البنك طبعا وبين الشاب اللي هيتقدم. انا عايز انظم الدنيا. عايز انظم الدنيا. عشان انظم الدنيا يعني اقول ايه؟ المنطقة الصناعية دي هيتعمل فيها ايه؟ هيتعمل فيها غزل ونسيج؟ هيتعمل فيها 1000 مصنع صغير؟ يبقى ال 1000 مصنع صغير يتعملوا. وهم بيتعملوا بتيجي المكن بتاعهم بناس متخصصين. عشان انا ما اظلمش ابني وادخله في مهمة اضيعه فيها. ما ايه اللي يضايق باسم يوسف في كلمة زي دي؟ مش فاهم. انه الرئيس بيخطط بالتفصيل، انه هو داخل في التفاصيل، انه هو بيناقش، مش بيقول لك ايه. احنا زمان كنا، ما احنا شفنا رؤساء قبل كده كان يقول لك ايه، الاعلان عن انشاء مدن صناعيه جديده كذا بس، ويدور الرؤساء السابقين ان هو كان يطلع يقول الاعلان عن مدينه صناعيه ويسيب بقى الهري يشتغل ايه في الادارات الحكوميه وبتاع لحد ما الدنيا تبوظ. ده الراجل بيقول لك لا، انت تعملها لي وتعملها لي كيان محترم وننظمها وتقول دي معموله هيبقى فيها 1000 مصنع صغير، دي هيبقى فيها كذا، دي نسيج، دي طب، دي تكنولوجيا. ايه اللي زعل؟ ما امريكا كده يا باسم. ما امريكا كده يا عم. واحده من اكثر الكلمات القويه في هذا الخطاب، السيسي مش هسيبها لغايه ما تنتهي حياتي او مدتي، وهقول لكم وجهه نظري في هذه الكلمه بعد ما تشوفوها مره ثانيه. هو انتوا فاكرين، انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله، لا والله. انا هفضل ابني فيها، هفضل ابني واعمر فيها لغايه لما تنتهي يا حياتي يا مدتي. انا هفضل اعمر فيها لغاية ما تنتهي يا حياتي يا مدتي. قلت لكم انا حياتي او مدتي دي عشان ما حدش يطلع من المتربصين او الضباع، ضباع السياسة في مصر، ضباع السوشيال ميديا، هؤلاء الذين يأكلون يعني الميتة ويأكلون لحم اخيهم حيا. فهو قال يا مدتي يا عمري. لكن ايه فكرة انه انا هفضل ابني فيها؟ احنا يا جماعه اقسم بالله العظيم دي برضو من الحاجات المحيره جدا جدا جدا. وانا راجل صحفي ومن جبلايه الصحفيين، الجبلايه دي عارفه بعض. هؤلاء الذين
زمايلي الذين كانوا يطالبون في الماضي بمشروعات قومية يجب أن تتوحد عليها البلد، هم أنفسهم هؤلاء الذين يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانصراف عن المشروعات القومية وحل مشاكل المواطنين اليومية. يا ابن الذين، يا ابن المثقفين، يا مثقف، طب ازاي انت هو نفس الشخص اللي طالبت بانه فين البلد مش متوحده على مشروع قومي؟ لازم يكون في البلد مشروع قومي. هم انفسهم هؤلاء الذين الان وبتشوفهم وبنقراهم وبنسمعهم في التلفزيون، بنشوفهم هنا في الاستوديوهات وضيوف عندنا وكل حاجه، يقول لك ايه؟ لا يعني لقد انفقنا كثيرا على المشروعات القوميه، وهذه الاموال بتاعه المشروعات القوميه يجب ان تتوجه لحل مشاكل المواطنين. وانت ناسي برضو الرئيس السيسي قال ايه؟ قال البنى، وانا مش يعني هو اتكلم في موضوع، قال انا المشاكل اللي قبل كده كانت بتتحل بالتسكين، اللي هو ما عندناش مرتبات، واحد يجري على بلد خليجي يجيب شويه ويدفع للمرتبات. ايه ده احنا ما عندناش بترول، طب واحد يجري على بلد خليجي يجيب شويه بترول ويجي. ايه ده احنا ما عندناش قمح، نروح للامريكان يجيبوا لنا شويه قمح. وكان ماشيه كده، كانت ماشيه كده. طيب وتنظيم وعددنا بيزيد ومفيش امكانيات والعشوائيات بتكتر وكله مش متخطط، فلا كان لا تعليم كويس ولا صحه كويسه ولا طرق كويسه زي ما احنا بنعاني دلوقتي. الان جاءنا من بين ظهرانينا رجل يقول لا احنا هنبني البلد، احنا هنكمل بمشروعات قوميه. طلع وحش؟ يعني هو ايه انت يعني نقفل الباب ولا نفتحه؟ نطلع فوق ولا ننزل تحت؟ فاكرين المسرحيه بتاعت حسب الله بعضش؟ قال له انا السلم اتشال فانا ما اقدرش امشي وما اقدرش استنى. فيعني احنا نمشي ولا نستنى باسم؟ مش عايز شخصا، بلاش يعني، مش قصدي باسم، يعني انا قصدي باسم كرمز لهؤلاء الذين يقدمون ضلالا على الفيسبوك. إن كانوا لا يقصدون وبحسن نية مش قصدهم وده رأيهم فعلا، فإحنا بنوضح لهم. إذا كانت بسوء نية فاعلموا، أن كل هذا الوقت أو هذا المال ستنفقونه ثم يكون عليكم حسرة ثم تغلبون بإذن الله. ليه؟ لأن أنا بشوف، أنا بحس كمواطن بيعيش في الشارع وهنا، مش عايش بره ولا عايش في قطر ولا في تركيا ولا في أمريكا ولا أي حاجة، إنه المناخ العام بيتغير بعد النوع ده من الكلام. العمل بيزيد، حتى القدرة على الاحتمال بيزيد، لأنه ما بيكذبش الحقيقة، لأنه رئيس سيسي ما بيكذبش، ودي ميزة. وأنا بقول لك أنا النهاردة اتكسفت، يعني أنا قاعد كده وبعترف لحضراتكم على الهوا، مش متضايق، مش زعلان، مش خجلان، مش بكابر، لأن اللي بيكابر ده باطل، اللي بيكابر ده ضلال، اللي بيكابر يبقى بيمثل على حضرتك، إحنا ما بنمثلش. أنا اتكسفت من نفسي، واتكسفت على فكرة هقول لك بقى عشان برضه تبقى، اتكسفت من كلام قلته امبارح، قلته في حلقه امبارح، ونفسي انه هذا الكلام اللي هذه الدعوه من الرئيس بان احنا نبقى نتلم مع بعض يسمعها خالد صلاح، ويسمعها المستشار مرتضى منصور، خاصه المستشار مرتضى منصور. كل التقدير، انا دخلت وصالحني على احمد موسى وكلت في بيته، وراجل يعني كلت في بيته، انتوا عارفين المصريين بناكل في بيت بعض، يعني معناها كبير. لكن أنا لو المستشار مرتضى منصور أتطلع إنه يكون في هذا المعسكر، بكل الحب سيادة المستشار بقول لك، يتطلع أكون يكون في هذا المعسكر، اللي هو معسكر إيه؟ تعالوا نسمو فوق هذا الخلاف، تعالوا نسمو فوق التراشق اللي ملوش معنى، تعالوا نعلو فوق العداءات الشخصية، أو إن كرامتك اتجرحت وكبريائك اتجرح، فتستفز زميلي الاستاذ عمرو اديب انه يرد على حضرتك، وبعدين يبقى تراشق، وبعدين حتى لو شهر اتنين تلاته ينتهي بالصلح، تبقى مصر هرت هري هري هري، وخدنا بقى في اعراض، وخدنا في شرف، وخدنا في مراتك ومراتي وبنتك وبنتي. بجد بجد انا اتكسفت بعد كلام الرئيس، اتكسفت عن نفسي وغلطان، لا براجع، اقسم بالله براجع، وقلت الكلام ده لزمايلي الصغيرين اللي موجودين النهارده في الجورنال، كسفت. انه يعني البلد محتاجانا فعلا، محتاجه كل كلمه طيبه، محتاجه تركيز على الكويس، ومحتاجه اذكاء للروح الجديد المشجعه على العمل، مش الاحباط، ومش تكسير العظام، ومش التراشق، ومش الخناقات، مش مستحملين.
يعني على الاقل على الاقل نعدي بيها. فانا بعتذر للرئيس، انا بعتذر للرئيس، لا احنا مش قد ما كناش في الكام شهر اللي فاتوا دول بمستوى المسؤوليه بصراحه، كلنا كلنا لا يعني مش عايز احمل حد حاجه، بس يعني انا بقول انه لا في حاجات كتيره لازم يعني هذا اللي بين الاستاذ مرتضى منصور وما بين زميلنا الاستاذ عمرو اديب لا محزن، وعمرو الحقيقه برضو وجد نفسه في محل هجوم غريب. فيعني هل يستمع الرئيس، هل يستمع المستشار مرتضى منصور لذلك؟ توفيق عكاشة اللي كل ما يزعل ينسحب او يطالب بانتخابات رئاسيه مبكره، هل ممكن نستمع لده؟ هل ممكن نيجي على نفسنا شويه خمس ست سبع شهور نعدي السنه دي، نشوف في 2017 الكهرباء، نشوف مستثمرين جايين، ندي صوره كويسه عن البلد، نبطل خناقات شخصيه، نبطل تلاسن، نبطل الفاظ سيئه، ايه المانع يعني؟ ايه المانع؟ ولا ابرئ نفسي، بكرر لا ابرئ نفسي، ومش قصدي اقسم بجلال الله تعالى في سماه مش قصدي اعلى على حد ولا اعلم على حد ولا احرج حد ولا حاجه، والله بتكلم فعلا من قلبي اقسم بالله. الرئيس السيسي في موضوع طبعا ايه هو الرئيس يعني في قال السيسي يطالب بالتبرع لتحيا مصر قايل لو 10 مليون صبح والصبح كل يوم هنجمع 4 مليار. بص المعناها، بص المعناها. الفيديو رقم 7 يلا. تحيا مصر اللي عملناها من سنة ونص اجمالي المبلغ اللي اتجمع فيها 4 مليار و7 من عشر، منهم مليار من الجيش. أربعة وسبعة من عشرة مليار جنيه، وعايز تعالج ملايين من المصريين من الفيروس سي مش قادرين، وعايز تعمل سكن للناس في المناطق العشوائية عشان تاخدهم منها. كلنا ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنه ب 4 مليار جنيه. هو النهارده بيقول ايه؟ هو بيقول لك انزل اعمل كده. هو الفلوس دي رايحه فين؟ دي رايحه لمصر يعني منها واليها. هو النهارده بيقول لك والنبي روحوا هاتوا جنيه، زي انا شايف برضو بعض الناس اللي هم للاسف الشديد برضو يعني باسم مؤثر وباسم في ناس بتحبه وممكن تكون ناس بتحبه وبتحب مصر وبتحب السيسي، ومش لا اخون ولا اظلم احد عشان لما تشتموني ما تقوليش اني خونت حد، لكن في شباب صغيرين بيتاثروا بالاتفه الحقيقه، يعني بالكلام الاكثر تفاهه وبالاكثر تضليلا وما عندهمش صبر ومش حاسين بالموضوع، فممكن يسمعوا كلام العاقل ممل، كلام العاقل ممل اصلا، الكلام اللي فيه بونه ممل، الكلام اللي فيه تعب وعرق وجهد ممل. يعني اسمع كده لما ابوك يقول لك من اول السنه احنا لازم نذاكر في مواعيد منتظمه علشان لما تيجي اخر السنه ما تتزنقش، ده كلام استراتيجي، لكن انت عايز ايه؟ كلام ابوك ممل وكلام امك ممل، وبعدين هتروح انت تقعد تضرب طول ال فتره الدراسه دي اصحابك وبلاي ستيشن والقهوه ومش عارف ايه والبلياردو وكل الحاجات الحلوه الجميله دي، وبعدين اخر السنه هتقوم مجمع لك الحاجات وخلاص. فانت بتلبس يا حبيبي، مستقبلك بيتغير على حسب ما ربيت وعودت نفسك على النظام. طب انت كلام اللي بيقوله الرئيس السيسي كلام بقى فيه تعب وعرق وشغل وفلوس وبلد هتتبني وناس هتقف ومصريين هيحتشدوا وناس هتبطل قله ادب وقله الادب برضه، والنميمه متعه، الخطيئه متعه برضه، نميمه بقى وغيبه وتراشق وشتيمه وبتجيب مشاهدة في الفضائيات وبتجيب نجومية في البرلمان. يعني أنا لو طلعت في البرلمان قلت كلام فكري، كيف يمكن أن نتعامل مع النظام العالمي الجديد في الشؤون المالية؟ كيف يمكن أن نرتب سياستنا النقدية وفق المعايير الدولية التي وضعها البنك الدولي؟ كلام ممل. لكن لو طلعت قلت يا فلان أنت ابن كذا هيحصل إيه؟ ابن كذا هتبقى أهم من
الحاجات التانية. لو جبت بنت اغتصبت على وعرضت الفيديو بتاعها على الهوا، اكيد اكيد الناس هتشوفها اكتر ما هتشوف طارق عامر في بتاع محافظ البنك المركزي بيتكلم حوالين كيفيه اصلاح الدولار. طبيعي طبيعي. فاحنا النهارده للاسف منحرفين. في انحراف، في انحراف فكري وانحراف في القيم وانحراف في الرساله الاعلاميه وكلنا. انا مكسوف، ويعني انا النهارده مكسوف الحقيقه بزياده، وبدعو كل الناس، مش عايز برضو حد شخصا، لا الاستاذ المستشار مرتضى منصور ولا توفيق عكاشه، مش القصد اعلى من ذلك. انا استدعاء حر. وتوفيق عكاشه حتى انا لما امبارح برضو عليت عليه وكده، لا كان لازم استخدم لغه احسن. انا بقول اهو لنفسي، هو بقى يعمل اللي هو عايزه، وهو المؤدب مؤدب واللي مش مؤدب مش مؤدب. اللي بيخاف وبيراجع نفسه وبيعترف حاجه، واللي ما بيخافش بقى وما بيعترفش ومصمم على انه هو الشتيمه بتكسب اكتر، التضليل بيكسب اكتر، العماله بتكسب اكتر، الخيانه بتكسب اكتر، التريقه على مصر بيكسب اكتر. انت حر، لكن من اين تريد الحصول على الاوسمه؟ تريد الحصول على اوسمتك من مين؟ من شعبك ولا من قطر؟ من شعبك ولا من امريكا؟ من شعبك ولا من المنظمات اللي بتتحمل فواتير الفنادق الفاخره؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا الحقيقه يعني اتطلع الى ان ينصت الي هؤلاء الذين يختلفون، وهؤلاء الذين يعترضون، وهؤلاء الذين لا يرون امل. طب شوفوا، حللوا الكلام بطريقه ثانيه، خد طريقتي، خد طريقتي، يمكن تنفعك، يمكن تنفع. والسيسي الرئيس ما حبيته كبيره، خد بالك، لا يحتاج الاعلام، ده هو بيهاجم الاعلام احيانا هوا على الهوا، مش محتاج انه يعني ما بينافقش حد الراجل. وليس لدي ما يمنحه. السيسي هتقرب منه هتدفع، هتقرب منه في ضريبه، هتقرب منه هتكمل. مش فاهم رجال الاعمال اللي سايبين صندوق تحيا مصر، وكلنا، مش عايز اقول رجال ورجال الاعلام والمدرسين في المدارس الاجنبيه وكل ناس تقدر تعمل حاجه. ليه لا؟ ليه لا؟ هو لما يقول كده يبقى محل سخريه ولا محل تقدير؟ لما يقول مش عايزين نتداين يبقى محل سخريه ولا محل تقدير؟ لما بيقول عايزين مشروعات مكتمله محل سخريه ولا محل تقدير؟ راقبوا ربنا يا جماعه، راقبوا ربنا، لانه ربنا بيراقبكم. اعبدوا الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فاعلم انه يراك. شوفوا ربنا في كلامكم، وشوفوا انه كلامنا ده عشان في بلد اسمها مصر، مش في رئيس اسمه عبد الفتاح السيسي مدته هتخلص بعد كام سنه من دلوقتي. بعد الفاصل النجمة الفنانة الكبيرة القديرة سفيرة الأمم المتحدة الفنانة يسرى ضيفتنا النهاردة. أتطلع تكون حلقة كويسة، هستناكم بعد الفاصل.